إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم دخل في سباق التعاقد مع لاعب وسط نادي الأهلي المصري في فترة انتقالات صيفية الجارية. وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات صحفية أن السويسري مارسيل كولر منح فريق الأهلي المصري وإدارته الضوء الأخضر لإعارة أحمد القندوسي في فترة انتقالات صيفية الجارية للموسم الرياضي المقبل لعدم حاجته لخدمات اللاعب الفنية ورغبة في مشاركته بالمباريات بشكل مستمر. وأضاف: تلقى أحمد القندوسي عرض من نادي شباب الوزداد الجزائري ومولودية الجزائر للتعاقد معه، لكن اللاعب تمسك بالحصول على نفس راتبه مع الأهلي وهو 550,000 دولار. ويعد القندوسي من العناصر التي يعتمد عليها كولر بشكل متفاوت وليس بشكل أساسي. ودخل فريق الوداد الرياضي كذلك السباق للتعاقد مع اللاعب، لكن إذا حسم الوداد الرياضي التعاقد مع اللاعب فهل سيكون على سبيل الإعارة أو بصفة رسمية؟ فإلى ذلك الحين سنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.